بين فترة وفترة بتطلع تصريحات رسمية وشبه رسمية بتحكي عن الوضع الاقتصادي والمالي بالبلد. أحياناً بتصير هزة بالمؤسسات المالية وبالبنوك، ثم بتمرق الهزة لا مين شاف ولا مين دري. حوالي 90% من الناس مش معنيين مباشرة، لأنه ما معهم مصاري أصلاً ولا عندهم حسابات، لكن يوم بعد يوم الرواتب عم تاكل أصحابها، والخزينة عم تاكل فراغ، والبلد كله عم ياكل هوا. فيها المعاش آخر الشهر، لكن اللي مثل أبو رامز ما له علاقة بالميزان التجاري ولا بميزان المدفوعات ولا بالديون المتوجبة والهالكة. هذا المعاش نقزان منه أبو رامز، كل ما قرب آخر الشهر بيتمنى يوقف الشهر دهر، والعمر ما بينطر حدا. هذا رأيي، فكر فيه.